اسالك بقى لو انت كنت مكان زيدان 2006 وماتيراتزي عمل اللي عمله معاك، كنت هتاخد نفس الرياكشن ولا كنت هتعمل؟ عمرك ما هتعمل. بص، اسهل حاجه في الدنيا ان انت تحكم على الناس وانت قاعد بتتفرج على ماتش في التكييف. بس انت اتحطيت في موقف شبه دي وحطيت في ضغوط معينه. بس انت لو كنت مكان زيدان بتاع فاينل كاس عالم وماتيراتزي عمل اللي هو عمله، مهما كان ذكائك، مهما كانت عقليتك، لان زيدان عقليه كويسه وده واضح بعد وبارد وبارد جدا. الانجليزي يعني بيقول لك ايه، هي لوست هيز هيد. خلاص، يعني ايه هي لوست هيز هيد؟ خلاص المخ ده اتلغى. اي بني ادم في الدنيا لو شلت مخه منه، هو ماتيراتزي نجح ان هو يستفزه. زيدان راجل عربي، راجل شرقي، جاب سيرة اخته وسيرة امه وسيرة، بالنسبه له هو جوه مخه العرق المارسيي الجزائري طلع. بس انت لعبت في ايطاليا ولعبت في روما ولعبت مع طلائعنا كتير، فعارف الاستفزاز بتاعهم. فهل انت لو كنت مكان زيدان كنت هتاخد نفس الموقف ولا هتستنى بره؟ ما كانش سهل ان انت تستفزني بالشتيمه وكده يعني. مش فانت عادي كانت هتعدي معاك؟ لا كانت هتعدي يعني. انا خلي بالك ان انا كانت اسلوبي يعني، طبعا لما كان ماتش ينام مني كده وحاسس ان انا ابتديت اخرج بره تركيز الماتش، اول حاجه اعملها لازم اشتم السنتر باك، اشتمه، لازم اشتمه جامد عشان يضربني. هبتدي اخش في الجيم، هبتدي ان انا خلاص في وقت في تكتيك غريبه جدا. لا ده على فكره في لعيبه كتير كده. لا انت بتستفز نفسك من الاخر. بستفز نفسي في ساعات كده، ماتشات كده تحس ان الماتش بيهرب منك. انا كان انا من طبعي كنت ان انا لا، مش معقوله ان الماتش ال 90 دقيقه هيعدوا ما جبتش جون ولا عملت جون ولا عملت، حتى لو اتغلبنا بس لازم اعمل حاجه يعني. ابتدي استفز نفسي. استفز نفسي ازاي؟ ابتدي من السنتر باك اللي جنبي ده اقول له ممكن اي حاجه تتخيلها في حياتك، بس انا عارف ان هو هيستفز، فيروح ضربني في الكره اللي بعدها. تكتيك مختلف وظريف. ناس كتير بتعمل كده يعني، بس ده اسلوب يعني. باجيو في 94 طلع كره بره لوس انجلوس، لو انت كنت مكانه كنت الرياكشن بتاعك كان هيبقى عامل ازاي؟ كان عنده كان هتعتزل دوليا؟ كنت هتحبط من ان انت ضيعت كاس عالم على بلدك، وكاس عالم كان قريب جدا من ايطاليا في الوقت ده. كان عنده مشاكل كبيره جدا، وده اتقال قبل كده، روبرتو باجيو قاله بعد كده. كان عنده مشاكل كبيره جدا مع المدرب، المدرب كان حاطط ضغوط كبيره جدا عليه. اريجو ساكي كان مدرب فيري تاف، وكان مناسب جدا فعلا. وكان حاطط ضغوط كبيره جدا عليه، وما عرفش يستغل باجيو افضل استغلال. افضل كاس عالم لباجيو 90 طبعا. انا حاسس هو لعب كاس عالم كويس 90 و94 برده كان اداؤه كان تحت ضغوط كبيره جدا. كان بيستفزه في الميتنجز بتاعت مع الفرقه قدام اللعيبه كلها. وانا شفت فيديوز اللي ما اعرفش شفتها ولا لا. شفت فيديوز اتفرج، جه حاولت كده استفزاز ساكي لباجيو قدام اللعيبه. كان بيستفزه، كان بيقعد يقول له انت الكره اللي انت بتلعبها مش عارف ايه، وكان بيحاول يستفزه. انت مكانه كنت هتاخد بقى هو كان زيدان ولا كنت معاك انت؟ كان الموقف هيعدي عادي وهتكمل يعني؟ انا لا، مش هعتزل دوليا ولا حاجه. بس باجيو شخصيه فريده، وده واضح من بعد ما اعتزل ما اشتغلش في الكوره. راجل عازل قاعد في الريف بيصطاد دماغه. هل شايف ان الكوره اللي ضيعها دي وضيعت على بلده كاس عالم وهو كان معروف ان هو وطني جدا، هل دي كان ليها سبب ان هو فعلا ينعزل في الانعزال ده على الميديا؟ الضغوط اللي مورست عليه خليته ان هو محتاج ان هو البقيه من عمره ان هو يعيش في هدوء.